الذرة دائما يمثل العمود الفقري للحياة الزوجية الناجحة، لكن أحيانا يتمادى الزوج ويتعود على صبرها، سواء كان من ناحية البخل المادي أو العاطفي أو حتى حرمانها من حقوقها الحيوية مثل الوظيفة أو الاتكال عليها في كل شيء. سؤالنا اليوم هو صبر الزوجة إلى أين؟ للحديث أكثر تنضم معنا من استوديوهاتنا في الشرقية أستاذة أماني القاضي، مرشدة أسرية وكوتش معتمد. أهلا وسهلا فيك أستاذة أماني. أهلا ومرحبا، حياكم الله. أهلا أستاذة أماني، هل الزوجة مطالبة دوما بالصبر في الحياة الزوجية، وأن عدم صبرها معناته فشل العلاقة الزوجية وطلاق وبالأخير تشتت؟ طيب، بس بعد إذنك اسمحي لي بمقدمة بسيطة. تفضلي. نحتاج أول شيء نفهم أو نتفق على المعنى العام أو الأساسي لفكرة الصبر. يعني أكثرنا للأسف عنده أزمة في المفهوم للصبر، يربط الصبر بحالة الثبات والاحتمال والمثابرة أو الكفاح أمام نكبات وابتلاءات وأمراض. طيب، طبعا هذا يعني معنى جزئي للصبر. الصبر أبعد وأعمق من كذا، الصبر ثقافة وأخلاق. لما يكون الصبر ثقافة وأخلاق بشخصية الإنسان شيء أصيل، سواء عند الرجل والمرأة، وأنا كل كلامي طبعا راح يكون عن الرجل والمرأة، يكون مفيد وباني وداعم للعلاقة وللذات قبل العلاقة عندما يكون صبر إيجابي أو صبر صحي. خليني أقول لك، صبر لا ينخر أو لا ينتهك في هويتي الذاتية أو في صحتي النفسية والجسدية أو في جانب الكرامة والتقدير والأمان والراحة والحب. هذه الأمور، هذه أمور أساسية، خطوط حمراء، يفترض أن الصبر ما يكون على هذه الأشياء. ولكن في المقابل أستاذ أماني، هذا باختصار ما يتعدى ذلك. نعم، ولكن يعني اسمحي لي، قد يكون الصبر إيجابي. أنا طيب أشوف، اسمحي لي، بغض النظر هذا الصبر إيجابي أو سلبي، احنا تكلمنا عن مفهوم الصبر بشكل جدا رائع، وياليت كل الناس تصبر هذا الصبر، ولكن دائما احنا نربط الصبر زي ما ذكرتي بأشياء سلبية في الآخر. يعني نقول إنها هي صبرت، ليش نشوف إنها هي تنازلت عن حقوقها، إنها هي قدمت الكثير من التضحيات، إنها ظلمت نفسها بالصبر أحيانا. طيب إذن السؤال، إلى متى ممكن تصبر الزوجة؟ متى نقول لها أنه هنا وقفي، ترى هذا صبر قاعد يأذيكي؟ يعني أول شيء رحب فيك مثل أستاذة رؤى. الله يسعدك أستاذة. أهلا وسهلا، حياك الله. نقدر نقول باختصار أن الصبر يكون حالة صعبة أو صبر مرضي ومدمر للذات أولا قبل العلاقة، عندما يكون الصبر على جوانب أخلاقية تمس بالكرامة، زي ما قلت، تمس براحة الإنسان وأمانه. عندما يكون الصبر على أنه أحد الشريكين سواء الزوج أو الزوجة عنده مشكلة أو اضطراب أكثر من نفسي ورافض أنه يتعالج، يعني ممكن يكون اضطراب حاد مثل السيكوباتي أو الفصام أو البارانويا، الضلالات، هذه خطر وجود الشخص بدون علاج، بل أنه حتى وهو يأخذ العلاج أو تأخذ العلاج يحتاج أنه يكون في حذر بالوجود المكاني ووجودنا بالعلاقة. طيب أستاذ، هذه من الأضرار. أيضا من الأضرار عندما يكون في تعنيف أو تعدي جسدي وتنمر نفسي، هذا أيضا ضرر. من الأضرار أيضا اللي تلحق بالعلاقة ويكون صبر سلبي، لما يكون الصبر على أنه في مشكلة بأحد الطرفين، أيضا أرجع أقول بالجانب الـ يعني الشذوذ أو الشذوذة والانحرافات الجنسية، هذه برضو من المشاكل اللي يفترض أننا ما ننتظر ولا نصبر، لأنه هذا زي ما قلنا هذا ليس صبر، هذا تعلق، ويعتقد أو يتوهم أحد الطرفين أني أنا متفاني وأحتوي المشكلة. لا، هذا ضرر وهلاك للذات وللأطفال.
أختم أيضا بالجانب اللي لما يكون في إدمان أو مخدرات أو هذه الأمور الإجرامية أو في خيانة للوطن أو للدين، هذه برضو يعني نحتاج لها وقفة. صحيح، لأنه بالأول وبالأخير هذه الأشياء مو بس تضرها هي، يعني تضرها هو، حتى أنا تضري، حتى عيالي تضرها، يعني بشكل عام شيء مضر. طب لو نجي نقول البخل، هل أصبر عليه وهو بخيل؟ طيب خليني أقول لك أستاذة أودي، أنه في صفات معينة عند الرجل أو عند المرأة قد تكون صفات من الصعب أني أسكت أو أصبر عليها، لكن لابد أني أنا أنتبه إلى أي درجة أنا ممكن أصبر. كلنا يتذكر قصة هند عندما أتت للرسول عليه الصلاة والسلام تشتكي بخل أبو سفيان، فأعطاها الحل إنها تسرق من جيبها، هذا شيء من الحلول. ولكنه لما يرتفع حس الوعي الذاتي عند الإنسان وأنا أعرف أدير العلاقة، يعني في أخطاء وعيوب أنا أقدر أني أعالجها، هذه الأخطاء لما تكون خارج جسد العلاقة اللي بيني وبينه أنا أقدر من خلال أني أعتمد على نفسي، أصلح ظروفي المالية، أستثمر، أعمل أعمال معينة، أستطيع أن أحل هذه الفجوة بالعلاقة. أستاذة أماني، أنا في يوم من الأيام صار في نقاش، بس ما أعتقد أنه مشكلة البخل. طب خليني أقول لك ولا أقاطعك، قبل فترة تقريبا قبل كم شهر صار في نقاش من ضمن البخل، هل تصبرين على الرجل البخيل؟ لما صار النقاش أنا كان نقاشي مع البنات أنه إذا أنا إنسانة مكتفية بنفسي وعازة نفسي ومكرمة نفسي وربي رازقني بتحمل وين راح يهمني. بس بعدين صرت أقرف ذا الموضوع كثير، واكتشفت أنه البخيل ماديا مو بس مادي، حتى ممكن البخل يكون عاطفي، حتى ممكن يكون فيه لؤم، فهمتي علي؟ فهذا اللي أنا أقصده يعني بالبخل. بصراحة فهمتك، البخل العاطفي أو البخل الأخلاقي، والله أنا أتفق معك، ما عندي دراسة ولا عندي إحصائية على هذا الموضوع، لكني أتفق معك. الكريم هو كريم نفس قبل أن يكون كريم مادي، والبخيل أو الشحيح هو يعني حتى شح النفس وشح الأخلاق وشح المال، فيعني في ارتباط، ولكن ما نقدر نعول على هذا الأمر. الأكيد أننا لازم نفطن أو ننتبه إلى زي ما قلنا حس الوعي الذاتي والمسؤولية، أنه في أمور وصراعات ومشاكل بالحياة أنا أصبر عليها مو صبر سلبي، بالعكس أنا أهذب وأطور إمكانياتي ومهاراتي على قدرة الاحتواء والضبط الانفعالي وإدارة الحوار، أفهم هو يعني لابد أننا ننتبه أن القضية أننا كل واحد عبارة عن مجموعة تراكمات بيئية، ثقافية، اجتماعية، خبرات، تجارب، جينا بعد ما حملنا كل هذه الحمولة، فلابد أننا نتفهم هذا الاختلاف من خلال الحوار الهادئ البناء، أني أسمع وأنصت وأفهم لماذا هذه الفجوة موجودة اللي أنا جالسة أصبر عليها. طيب، عشان أحيانا إذا فهمنا قدرنا نعالج المشكلة. صحيح، صحيح. ثم أتكلم وأعبر أيضا. طيب، هذا جانب مهم اللي هو التعبير عن أو توكيد الذات، وأني أسجل موقف وعدم الكبت، لأنه من أكبر مشاكل الانفجار النفسي فعلا وعدم المقاومة ونفاذ الصبر هو أني قاعد أكبت وأرشف الماضي. دكتورة أماني، كتبتي تغريدة في تويتر تقول هذه التغريدة: أحيانا وبدون أن نعي نحن لا نصبر فقط على ما هو مؤلم ومكروه، نحن نصبر على مقاومة ما نحب ونرغب حتى وإن كان حلالا وطيبا، وكذلك نصبر على مقاومة الهوى والرغب الآثمة الضارة، نصبر على علاقاتنا المهمة وإنجازاتنا المثمرة وهواياتنا الممتعة وحتى في الأخلاق والعبادات. اشرحي لي أكثر مفهوم ممتاز. الصبر ما كنت أعني وأقصده بهذه التغريدة أننا إحنا للأسف عندنا زي ما قلت لك في مستهل اللقاء عندنا أزمة مفاهيم، ومن ضمن هذه الأزمات المفاهيمية مفهوم الصبر. إحنا رابطين الصبر أنه لما تنزل المحن والكوارث والأمراض إحنا نصبر لأنها هي الحيلة الوحيدة، مع أنه بالعكس، يعني الصبر اختيار، والابتلاء الحقيقي مش أني أنا نزلت علي نكبات ومصائب، لأنه يمكن هي في خارجها أو في ظاهرها بلوى ومشكلة وشيء مكروه، لكن في جوفها محن، وبعدين نكتشف وندرك الحكمة الإلهية والخيرة بهذا الأمر. إذن الصبر اختيار، الصبر البعض لا يتعامل مع الصبر على أني مجبر، هذا الحل الوحيد وأنا مجبر أني أصبر. صحيح.
وهو لا مو بصحيح. الابتلاء أصلا الحقيقي ليس في حدوث المحنة، الابتلاء في ماذا أختار أمام هذا الحدث وهذه العلاقة. هل أختار الرضا والتسليم والتغيير والسعي مع القبول طبعا والرضا والصبر، أم أني أستكين وأيأس وأسخط وأبدأ أتشكى وأقول الكلمات المعتادة، الشكوى لله وش أسوي، أنا ما بيدي حيلة. طبعا أكيد الشكوى لله سبحانه والمشتكى إليه، لكن هذه شكوى سلبية، حالة إحساس بقلة الحيلة والمظلومية وأني ضحية وأنا مضطر أني أصبر. لا، الصبر اختيار والصبر أخلاق، وهذه أخلاق كل العظماء والأنبياء والناس اللي فعلا يدركون أن الصبر هو مرحلة للترقي والتطوير والتهذيب النفسي. صحيح. طب عشان نكون المعنى واضح، علشان نكون منصفين، مو كل شيء احنا نقوله رجل رجل. طب الرجل الى متى يصبر على المرأة؟ سنتي. ومتى يصبر عليها؟ ومتى يقول ستوب انا ما عاد اقدر اصبر؟ نفس اللي تفضلتي فيه السؤال لما قلنا عن المرأة. شوفي استاذة اودي، استاذة رؤى، اخواني واخواتي، في حاجات نفسية صعب أننا نصبر أو نخضع عليها. صحيح. لما يكون في انتهاك للحرية، للإحساس بالأمان، سواء الأمان النفسي أو الأمان المادي والجسدي، لما يكون الإنسان فقد حالة الاستقرار والراحة والتناغم والانسجام إلى حد كبير، لما يحصل فيه هجر أو إهمال أو تعنيف، بالإضافة إلى الأمراض والاضطرابات اللي أوردناها قبل شوي لكلا الطرفين، للزوج أو الزوجة، أنا أشوف هنا من الصعب جدا الصبر، لابد من المكاشفة والمواجهة. صحيح. وعدم الكبت وابتلاع المشاعر بطريقة اعتقادا مننا نحن صابرين ونحب، لا، احنا كذا ندمر أنفسنا ومتعلقين. صحيح. لسنا صابرين، وفي الآخر إلا ما على قولك يعني يصير هذا الانفجار لخلاص يعني عدم قدرتنا على التحمل. المرشدة الأسرية أمان القاضي، شكرا جزيلا لك وشكرا على وجودك اليوم. مشاهدينا بنطلع فاصل قصير، من بعده بكمل باقي الفقرات.